في مباراة كبيرة إن شاء الله لفوز النادي الأهلي، مباراة أمام الهلال السعودي إن شاء الله يوم السبت. معانا طبعا مفيدنا من قناة النادي الأهلي طبعا أمير هشام، مساء الخير عليك أمير. مساء الخير كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بك يا كابتن هاني. أطمن عليه على بعثتنا، إزاي الأمور ماشية من خلال التدريبات، من خلال الجاهزية، من خلال الاستعداد لمباراة طبعا البرونزية إن شاء الله يوم السبت أمام الهلال السعودي بإذن الله إن شاء الله. يعني الاستعدادات ماشية بشكل كويس جدا يا كابتن هاني. النهاردة أول مران بالنسبة للنادي الأهلي عقب المباراة السابقة أمام بالميراس. احنا عارفين إن امبارح كان يوم راحة تامة بالنسبة لكل اللاعبين، كان في بس بعض التدريبات في صالة الجيمنازيوم، لكن النهاردة كان تدريب قوي ومهم جدا جدا. كان في بعض الجوانب التكتيكية والفنية اللي ركز عليها مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون، والمران كان في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت أبو ظبي، وهو نفس موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السعودي. مباراة هتكون غاية في القوة والندية، ده أمر مؤكد، وديربي عربي كبير ما بين فرقتين كبار وعندهم تاريخ كبير جدا جدا جدا. النهارده كمان يعني من بعض الأمور المهمة، المران ما شاركش فيه بعض اللاعبين اللي عندهم إجهاد زي عمرو السولية، حمدي فتحي، أيمن أشرف، علي معلول، طاهر محمد طاهر. كل دول يعني مستر بيتسو موسيماني يفضل إن هو يديهم راحة من تدريبات اليوم. في المقابل بقية اللاعبين شاركوا بشكل كويس جدا وكلهم جاهزين طبعا فيما عدا قفشه موقوف الماتش الجاي فمش هيكون موجود. نفس الحال بالنسبه لايمن اشرف برده موقوف فمش هيكون موجود، لكن الامور ماشيه بشكل جيد. كان في حماس كبير جدا بصراحه في التدريبات، يعني فريق النادي الاهلي عايز اللاعبين بالتحديد يعني الجهاز الفني عايزين بشكل او باخر ان هم يقدروا يحققوا الميداليه البرونزيه، تكون ثالث مره في تاريخ النادي الاهلي بعد ما كان الطموح اكبر من كده في الحقيقه، برغم كل الظروف والصعاب اللي مر بيها الفريق هنا في ابو ظبي وقبل كمان البطولة، لكن ما زال الطموح قائم في حصد الميدالية البرونزية، وده أمر مؤكد، والكل بإذن الله جاهز لهذا التحدي من خلال مواجهة فريق الهلال السعودي بإذن الله. كابتن هاني إن شاء الله يا أمير كل التوفيق، لكن كمان قول لي الحالة المعنوية إيه للعيبة، وطبعا هل اللعيبة تابعت والجهاز الفني أكيد تابع مباراة تشيلسي أمام الهلال السعودي طبعا استعدادا للمواجهة القادمة. عايز أعرف منك الأجواء بعد طبعا وصول يعني وصول تشيلسي لنهائي، واستعدادات بقى على المستوى الفني، على مستوى المحاضرات، على مستوى التكتيك اللي ممكن يعني يخوض بيه بيتسو موسيماني مباراة أمام فريق كبير، وشفنا فريق يعني أدى بشكل أكتر من رائع أمام بطل أوروبا تشيلسي وطبعا فريق الهلال السعودي. اكيد يعني كان في متابعه كبيره جدا لمباراه تشيلسي والهلال امبارح من قبل الجهاز الفني واللاعبين، الكل كان مهتم جدا يشوف المباراه دي، يترقب مين اللي هيقابل الاهلي في تحديد مركزين الثالث والرابع. كان في اشاده طبعا بفرقتين، يعني تشيلسي مش محتاج كده كده رغم ان هو مش بيمر بافضل فتراته، وفي الحقيقه تشيلسي يعني في بطوله الدوري الانجليزي اخفاقات متتاليه، تعادلات وهزايم في اخر 9 مباريات، تقريبا فوز واحد قدر يحققه توماس توخيل مع الفريق. توماس توخيل طبعا مش موجود مع البعثه هنا في ابو ظبي لان كان عنده كورونا فما سافرش اصلا من هناك من انجلترا، فبالتالي ممكن ده يعني حاجه من ضمن الامور اللي اثرت بشكل او باخر على فريق تشيلسي في مباراة الهلال، ما كانش في التوب فورم بتاعته، لكن في المقابل الهلال عمل مباراة كبيرة جدا، ففي تقدير واحترام كبير طبعا لفريق الهلال، عنده جماهيرية كبيرة شفناها امبارح في مباراة تشيلسي. لكن على مستوى المحاضرات والتحضيرات لهذه المباراة ففي الحقيقة كابتن نهاني النهارده كان في محاضرة مطولة جدا من مستر بيتسو موسيماني استمرت تقريبا حوالي 45 دقيقة، ابتدت الساعة 4 لغاية الساعة 5 الا ربع بالظبط، كانت محاضرة طويلة جدا من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، واضح ان هو كان مجهز بعض الجوانب الفنية اللي بتتعلق بفريق الهلال وكيفية التغلب عليه وكيفية التركيز على نقاط الضعف واستغلالها والحذر من نقاط القوة عند هذا الفريق. فتحضيرات أكيد كانت مهمة جدا من الجهاز الفني من خلال فيديوهات كتير جدا، واضح أن اللعيبة كلها كانت مركزة فيها النهاردة وكله تابع كل هذه الأمور من خلال محاضرة مستر بيتسو موسيماني اللي سبقت مباشرة المران. بالمناسبة النهاردة كمان شارك محمد عبد المنعم لأول مرة في تدريبات النادي الأهلي عقب عودته من الإعارة وعقب عودته من مشاركته مع المنتخب
المصري في كاس الامم الافريقيه، فكانت مشاركته جيده جدا في الحقيقه، واضح عليه الحماس الكبير. لعيب مهم وما شاء الله عليه، شفناه في مع المنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه كان ماشي بشكل اكثر من رائع. فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه. من ضمن كمان الامور المهمه هو فيما يتعلق باحمد عبد القادر. احمد عبد القادر في الحقيقه في مباراه بالميرس الناس كتير ما خدتش بالها ان هو خد كدمه قويه في كتفه. الكدمه دي يعني كانت مضايقاه شويه، فبالتالي يعني جهاز طبي بيفضل ان هو يعمل له اشعه النهارده، اتعملت له اشعه رنين على كتفه وتم الاطمئنان ان الامور الحمد لله بسيطه جدا، مفيش اي حاجه وهي مجرد كدمه قويه جدا بس. لكن في كل الاحوال قدر ان هو يشارك في التدريبات النهارده واصبح جاهز لمواجهه الهلال، ودي حاجه مهمه جدا برده حابين نطمن جمهور الاهلي عليها. فبالتالي احمد عبد القادر موجود طبعا في حسابات مستر بيتسو موسيماني ان شاء الله في المباراه المقبله امام الهلال، لان خلاص تم الاطمئنان تماما على إصابة الكتف، وتواجده هيكون مهم خصوصا في ظل كمان غياب أفشة بسبب الإيقاف يعني. فدي أبرز الأمور يعني وأبرز الأحداث. في حالة من التفاؤل بإذن الله رب إن شاء الله الأهلي يقدر يحقق ميدالية برونزية رغم صعوبة هذا اللقاء القوي جدا جدا، ديربي عربي قوي ما بين فرقتين كبار الأهلي والهلال. أمير طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وطبعا يعني ابعث تحياتنا وكل جماهير مصر وتحياتنا هنا بالأخص في برنامج المحترف لكل اللعيبة والجهاز الفني. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي أمام فريق كبير فريق الهلال السعودي في مباراة التحديد المركز الثالث والرابع والبرونزية إن شاء الله للنادي الأهلي يوم السبت القادم. نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية مع حضراتكم.